يعني هل يصح أن تقول الله المنتقم هكذا فقط؟ وهل هل هو أصلا اسم من أسماء الله عز وجل بحيث يجوز أن نقول عبد المنتقم؟ لا، لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه، يعني الشيء الذي ينتقم منه. انظر الآية كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، فقيد الانتقام بالمجرمين، ولم يقل ولم يأتي في القرآن الله المنتقم هكذا بإطلاق، لا يأتي، وإنما يأتي مع من يستحق الانتقام منه، فيأتي مقيدا بالمجرمين والفاسدين والظالمين ونحو ذلك. فيصح لك أن تقول الله ينتقم من الظالمين، الله منتقم من المفسدين وهكذا، لكن أن تقول الله منتقم وتشتق منه اسما أو تطلق هذا الشيء على الله عز وجل بإطلاق هكذا دون تقييد لا يجوز. القرآن استعمله باستعمالين، إما أن يقيده بمن يستحقه مثل إن من المجرمين منتقمون، الصورة الثانية قال أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها، يعني يأتي معه بكلمة ذو ثم يضيفه كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام، يعني صاحب انتقام، ذو بمعنى صاحب، فالله عزيز ذو انتقام يعني ينتقم ممن من المجرمين ممن يستحق ذلك.